نقعد نفكر مع بعض. لو أنا عاوز أستثمر في المشروعات اللي بتطلع شهادات الكربون، أعمل إيه؟ عارف أنت الفيلم بتاع وإسلامه؟ لما أحب أكلم شعب مصر أكلم مين؟ هو ده السؤال بقى. لما أحب أروح علشان أستثمر في الاستثمارات بتاعة المشروعات الجديدة التي تصدر شهادة الكربون، أروح فين؟ أقول لك والله أصبح دلوقتي في عندنا كيان جديد لهذه الاستثمارات أو لهذا النوع من الاستثمارات، تروح له تعرض المشروع يبدأ. طيب مين بيكلمنا في ذلك ويشرح لنا واحدة واحدة؟ دكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية. أهلا أهلا يا دكتور كريم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يوسف، تحياتي لحضرتك وحضرتك أستاذ المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام يا فندم. الأول أول حاجة الناس هتسألها، يعني إيه مشروع يصدر شهادات الكربون؟ طبعا هي الفكرة من المشروعات الصادرة لشهادات الكربون هي شهادات بتصدر لصالح المشروعات اللي بتساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ. حلو. الفكرة إن الهدف من هذه الشهادات هو إتاحة الفرصة لهذه الشركات لتعويض ما أنفقته في التحول لتكنولوجيا تتعلق بتخفيض الانبعاثات الكربونية من ناحية، وأيضا إتاحة فرصة لها للاستثمار من خلال هذه الشهادات. حلو قوي. طيب أنا النهاردة لو عاوز أعمل مشروع جديد من هذا النوع هروح فين؟ طبعا في الهيئة العامة للرقابة المالية، هي بالتنسيق مع البورصة المصرية هي المنوطة بالإصدار وبتداول هذا النوع من الشهادات. طبعا هو يعني خلينا نقول انه بيأتي في إطار دعم الاستثمارات الخضراء اللي كانت بتعتبر احد اهم نتائج وتوصيات قمة المناخ الأخيرة المنعقدة في شرم الشيخ. الاتجاه نحو هذا النوع من الشهادات وهذا النوع من المشروعات بيخلق حالة من التحفيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول إلى تحقيق العدالة المناخية ما بين الشركات اللي بتستطيع تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاطها وأيضا الشركات التي لا تستطيع خفض هذه الانبعاثات. بمعنى ان الشهادات هذه الشهادات بتصدر للشركات اللي نشاطها استطاعت ان تخفض هذه الانبعاثات، وبالتالي الشركات الاخرى الغير قادره على خفض الانبعاثات لديها بتستطيع شراء هذا النوع من الشهادات، وبالتالي هنا بتحدث حاله من العداله المناخيه وبتعتبر بمثابه تعويض او مشاركه لعدم قدرتها على تقليل الانشطه الضاره بالمناخ من نتيجة عملها. هل ده معناه أنه هذه الشركات هتستطيع أن هي تحصل على دعم ما من الصندوق اللي تم التوافق على إنشاؤه في قمة المناخ اللي هو صندوق الخسائر والأضرار؟ هو طبعا صندوق الخسائر والأضرار هو الهدف الرئيسي منه هو توفير التمويل للدول النامية والدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية واللي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى. طبعا هو النوع ده من الشهادات او النوع ده يمكن يكون متشابه تقريبا مع هذا الصندوق في طبيعه التمويل وطبيعه توفير التعويض عن الانبعاثات الكربونيه او التحفيز على خفض هذه الانبعاثات، ولكن صندوق الخاص بالاضرار والخسائر الناتجه عن التغيرات المناخيه هو هيكون منوط بتمويل الدول الناميه، توفير التمويل اللازم ليها من ناحية، وأيضا توفير نقل التكنولوجيا وتأسيس البنية التحتية اللازمة لمواكبة والتكيف والحد من الآثار الناتجة عن تغير المناخ. كويس. هل ده معناه مثلا، أنا بسأله أنه هل ده معناه أن الدول اللي هتحصل على هذه التمويلات أو على هذا الدعم من الصندوق هتوجه جزء منها لمثل هذه الشركات اللي عاوزة تستصدر شهادة الكربون؟ بالضبط. هي شهادة الكربون هي معمول بيها في حوالي 40 دولة و20 ولاية على مستوى العالم، وبالتالي هي موجودة بالفعل. دخول مصر لهذا الإصدار والتنسيق وإطلاق منصة على المستوى الإفريقي هو بيخلق حالة من التعويض للقارة السمراء عن ظاهرة التغيرات المناخية،
وبالتالي هو بيوفر حالة من التمويل وأيضا بيوفر حالة من الاستثمارات في المشروعات التي تفيد البيئة والتي لا تضر بالبيئة، واللي بتعتبر هي مستقبل الاستثمار خلال الأعوام القادمة، لأن العالم بيتجه والمستثمرين يتجهوا إلى الاستثمارات الخضراء، الاستثمارات التي لا تضر بالبيئة والتي بيترتب عنها منتجات صديقة للبيئة تصدرها وتستوردها مختلف دول العالم. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور كريم، كل الشكر ليك دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصاديه. طيب.